عزيزي مولود برج الأسد، الأجواء الفلكية عم تتحدث. إذا كان شريكك العاطفي من مواليد برج الأسد، برج إذا كان من مواليد برج الجدي، فالأجواء رايحة باتجاه الانهيار والفراق المؤقت. وإذا كان من مواليد برج الدلو، فالأجواء ابتدت أن تتصلح بيناتكم. وأما إذا كان من مواليد برج الحوت، فرايحة باتجاه الخسارة.